انتوا فاكرين الاوراد دي يا جماعه؟ انت فاكر ان الاوراد دي جميله منك عليها على الله؟ اوعى تفكر ان الذكر ده منك اليه. قلت لك العباد في طاعه الله ثلاثه، عباد الله في الطاعه ثلاثه، جماعه التجار يرون ما منهم الى الله، والجماعه الابرار يرون ما من الله لهم، والشاهدين يرون ما من الله الى الله. العبد محرف، انا مالوش في المنطقه دي محطه، فيثبت كلامي. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له ايه؟ شيطانا فهو له ايه؟ قرين. قلنا يعش يعني ايه؟ يعمى. يعمى عن ذكر ربنا. قال الناس تعمى في ذكر ربنا ثلاث انواع. جماعه يغفلوا عن ذكر ربنا، وجماعه يغفلوا عن فضل ربنا، وجماعه يغفلوا ايه؟ وما يذكرون الا ان يشاء الله. الا ان يشاء الله، الا ان يشاء لما يدي لك اذن. فاللي ما شافش كده سبح فغفل اكتر، ما ازداد بالاذكار الا غفله. ليه؟ لانه راى جميله علينا وما شافش جملنا عليه، راى فضله فيه علينا بالذكر، ولذلك سرعان ما يطالبنا بالاجر، وان تاخر سرعان ما يعاملنا بالهجر. امال نعمل الناس اللي ما بتقولش حقيقه خالص؟ العالم اللي ليل ونهار الشياطين متملكه قلوبهم وعقولهم وافكارهم، ويرجعوا بعد كده يقول لك مش عارف، الحياه بقت صعبه، الدنيا بقت كلها نكد في نكد، ما هو نكد في نكد في حسد. وبعدين بقى نرجع نقول فلان اصل حد عامل لي عمل، اصل واحد حاسدني، اصل واحد ما اعرفش. ما حدش بيعمل لحد حاجه، في ربنا، ربنا معانا يا حبيبي. انت احنا حبيبي. احنا مقصرين في طاعه صلاه النبي عليك. ذكرتك لا لاني نسيتك لحظه. شوف واحد بيقول لربنا ذكرتك لا لاني نسيتك لحظه، وايسر ما في الذكر ذكر اللسان، ما اكاد بلا وجد من غير وجد، ده لسه ما جانيش وجد، اكاد بلا وجد اموت من الضنا، وهام علي القلب بالخفقان لما اراني الوجد انك حاضري، رايتك موجودا بكل مكان، فخاطبت موجودا بغير تكلم، وشاهدت معلوما بغير عين. بيقول في مره دك، وقابلني واحد قال لي دك البلد كلها ولعت، وسبحان الله يا مولانا سيدنا الشيخ كرامه يا اخي، دكانك انت الوحيد اللي ما اتحرقش. فقلت الحمد لله. فروحت البيت اقول نهار ابيض، هو انا احب الخير لنفسي واكره للمسلمين؟ هذا الاحساس من الانانيه. جعل سيدنا السير السقطي يستغفر على كلمه الحمد لله 30 سنه. كمال العبوديه في الا تسال غيره ولا تطلب منه غيره، أو أن لا تطلب غيره ولا تطلب من غيره. كمال العبودية في إيه بقى؟ ألا تطلب غير الله. كل عبادك وحركاتك وسكناتك تكون قاصد بها وجه الله، وما فيش حاجة في الدنيا تخليك تمد إيدك لخلق الله. اليأس مما في أيدي الخلائق والرضا بالحقائق. عرفوا طريق الإحسان بأنه إيه؟ ها؟ الأخذ بالحقيقة. إيه الحقيقة؟ الحقيقة أن كل الدنيا دي عدم، وأن ما فيش حاجة لها لازمة، وأن كل من عليها فان، صح؟ وأن لا يملك هذه الدنيا وما فيها ومن فيها إلا الله، صح؟ فلا تطلب من غيره، لأن لله ما في السماوات ها؟ وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. حد يملك حاجة في الحتة دي؟ لا. يبقى ما تطلبش من حد حاجة ما يملكهاش، ولا تطلب غيره، وما تطلبش بهم، خلي همتك عالية، ما تطلبش إلا وجه الله. يريدون وجهه قوم النعم، لا جنة الخلد قصدهم، ولا الرفرف الأعلى ولا الرضوان. قوم
قصدهم ومرادهم الله ظاهرا، لا قصدهم حور ولا ولدان. أنت المراد كذا المريد ومقصدي، أنت المراد كذا المريد ومقصدي، وشهود وجهك غايتي ومرادي. ما قصدي الحور الحسان وحسنها، لكن لوجه الله كان مؤدادي. أنا ما قصدت من الجنان نعيما إلا لأشهد نور وجه بادي. وجه الحبيب إذا تجلى حسنه سكرت به روحي وطاب فؤادي.